السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خلاص شيلوا عجل. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل صلاة المصلين على المبعوث رحمة للعالمين المصطفى الأمين سيد الخلق أجمعين المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. التي لا نقوى على إحصائها. الحمد لله الذي خلق الخلق فلم يهملهم وأرسل نبيه رحمة لهم وعززه بوصيه علي عليه السلام قائما من بعده وصيا على خلقه هاديا بعد الهداية وأوصياء الظاهرون الذين ختمهم الله للإمام الغائب الشاهد المنتظر الموعود الذي لا يخلو عن الإحاطة بالأخبار ولا يسعه إلا انتظار أمر الجبار. عجل الله له الفرج وسهل له المخرج وجعلنا من خيرة أنصاره والثابتين على ولائه إلى يوم الوقت المعلوم أو نرد على الله عز وجل فيرزقنا وإياكم الحور العين والجنان والخلود. روى إخواننا أهل العامة أهل السنة في بعض كتبهم أقوالاً لزينب ابنة علي عليه السلام، منها بعض قولها عليه السلام: من أراد أن يكون الخلق شفعاءه إلى الله، هي الجملة الشرطية، فليحمد. سيدة اختصرت الكلام، ولا يختصر الكلام إلا الحكيم، ولهذا جمع في نهج البلاغة قصار الحكم وهي عظيمة. واختصر الله عز وجل في كتابه بعض آياته في حرفين، لكنها علوم لا تسعها البحور، كذلك زينب عليها السلام. عليكم السلام. اقترح الإخوة أن أتكلم عن زينب عليها السلام وعبادتها، ولا يسع مثلي أن أتكلم عن مثلها، بل يعيب علي أن أصف زينب عليها السلام، بل يعيب على كل أحد عرف زينب حق معرفتها أو حتى سمع عنها أن يصفها صفة العارف، لكن لا يضير أن يتحرى صفاتها التي أثبتت ورويت، فمنها أنها عرفت التوحيد أول ما عرفت الدين، وأكثر الناس لا يهتمون بالتوحيد أول المعارف، بل يهتمون بالسلوك والتقليد، وهي عليها السلام نطقت بالتوحيد دون أن تسأل، دون أن تسأل، ودون أن تسأل أيضا. وهي عليها السلام
عبدت وهي عليها السلام عبدت الله عز وجل عبادة كما وصف النبي صلى الله عليه وآله، وأمر شباب الأمة فنبتت على القرآن، وكان لها في الكوفة مجلس للتفسير، ولا يفسر هذا الكتاب إلا من عرفه، وكيف لا تعرفه وهي ابنة محمد المصطفى. صلوا على محمد وآل محمد. وابنة علي المرتضى الذي هو أعلم بطرق السماء من طرق الأرض، كما في أحاديثنا وأحاديث غيرنا، وابنة فاطمة التي أنزلها الله عز وجل منحة وصنعها صناعة، وابنة الحسن وأخت الحسن والحسين اللذان سادا على أهل الجنة، وكان زغب جبرائيل في بيتهما، فلا عجب أن تخرج هذه الطاهرة الشريفة العفيفة التي كل شيء نقوله في صفتها قليل في شأنها ولا نغالي، لكن ارتأيت أن أتكلم عن شيء آخر هو في هذا السبيل، وهو عن العبادة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولم يقل برسمهم، ولم يقل باسمهم، ولم يقل بصفتهم، قال بهداهم. الهدى لا يتصف، لا يتبع الصفة، إذ كم عالي الحسب والشرف قد ضل، وأمامنا ابن نوح، وسبقنا وسبق الخلق هذا كله ابن آدم عليه السلام. فلو كانت الهداية تتبع الأسباب هذه كالحسب والنسب لاهتدى كل الخلق، لاهتدى كل الخلق، إذ كلنا أبناء جدنا آدم نبي الله، وكلنا من أبناء هذا النبي، وأمنا حواء هذه الطاهرة. ولو كان النسب ينفع لنفع ابن نوح، ولو كان الحسب والسبب ينفع لنفع زوجة لوط، لكن كل هذه الصفات كلها تنمحي عليكم السلام يوم نأتي الله عز وجل فيقول مستثنيا إلا من أتى الله بقلب ليس سليما من تلك الصفات، يعني أنه ابن غني، لا، أنه شريف الحسب والنسب، لا، وإنما سليم القلب بعبادته، سليم الجوارح بأنه لم يرتكب بها ما عصى الله عز وجل أو أعقبها باستغفار حقيقي. هكذا زينب عليها السلام. صلوا على محمد وآل محمد. فكل تلك الأمور التي نتخيلها في زينب عليه السلام، ونحن نرى أن فينا من يعتقد أن زينب صارت زينب لأن جدها رسول الله، لا، أن زينب كانت زينب لأن عليا وفاطمة والحسن والحسين أحاطوا بها، لا، تلك دواع وأسباب، هذه أسباب، كما تثبت بيتك بالأعمدة، إلا أن العمود لا يكفي، يحتاج البيت إلى أرض صلبة، فلا ينفع أن تثبت بيتك بعمود على أرض رخوة، هذه الأرض هي تلك النفس.
هذا الذي يقبل أن يزوج ابنته ابنتة هذا الذي يقبل أن يزوج ابنته ابن حسب ونسب شريف ويهمل تلك العبادة ولا يسأل عنه مخطئ. هذا الذي يقبل أن يزوج ابنه ابنة شريف لأن حسبه شريف ويظن أن الحسب كاف في أن يضمن ابنته وذاك يظن أن الحسب كاف في أن يضمن ابنه مخطئ. فإنهم صلوات الله عليهم كما سألوا عن النسب وسألوا عن أسباب أخرى قال اسأل عنه يصلي بين المسلمين اسأل عنه يصل رحمه يحافظ على أوقات الصلاة ما الذي ينفع أن تتصف زينب عليها السلام بأنها ابنة رسول الله عند الله عز وجل إلا أن تضم إليها تقوى. زينب عليها السلام هي كما قال السجاد عليه السلام لما سئل عن عبادته وأنت ابن رسول الله فلم تغالي في العبادة فقال ويحك فقال ويحك ولايتي لعلي خير من ولادتي منه. الولادة سبب يسمونها داع أسباب لكنها ليست العلة التامة والسبب التام. البيت والتربية والتنشئة من أهم الأسباب لكن الاختيار في الأخير لك أنت الذي أنطقك الله وهداك أنت الذي علمك الله عز وجل سبيل الهداية وجعله الأبوين أمير المؤمنين وعلي والإخوان وكل شريف في قومك دواع لأن يحفظوك. السيدة زينب عليها السلام بالنسبة لنا نموذج مثال أحد أمر إما أننا نكتشف السر خلف كونها مثالا للاتباع أو نقيم مهرجانات أو نقيم المهرجانات والاحتفالات على اسمها وعلى نسبها وحسبها وما أعظمه من ظلم لهذه السيدة. هي عليها السلام قلب فيه سر هي عليها السلام نموذج في العبادة الحقيقية. كيف نحبها؟ نحبها كما قال الإمام عليه السلام حبونا كما في المروي أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام. لا نجعل هذه الرموز خالية عن حقيقة العبادة الحقيقية. لا نفهم أن العبادة على أنها اسم دون حقيقة هذا ظلم عظيم يترتب عليه أمر فيه ضياع أجيال. من لم يقرأ القرآن متدبرا فليس له إلا التعب من لم يصلي لم تنفع فإن الله يقبل على عبده ما أقبل عليه. من لم يذكر زينب عليها السلام كمثال حقيقي ويقول لأطفاله هي عرفت الله عز وجل وعبدته ولا يعلم أطفاله اسم زينب كرمز خال خاو عن حقائق المعرفة فلا يترقب هداية وسنكون عباد أصنام وحاشاها أن تكون صنما ولسنا عباد إسلام مسلمين لأمر المولى مسلمين لأمر الله عز وجل. ألا ترى نذكر شوي بعض النكات الفقهية ألا ترى أن الفقهاء يفتون
بكراهة الزواج من بعض القوميات. قال لا تزوج، لا تزوجوا أهل الهند. ما نقصد الهند بشيء، ها معنصرين وكرفوا علينا قضية شيء يقولون هذا لطائف، لا الحين بنعدلها. لا تزوجوا، لا تزوجوا أو لا تزوجوا من أهل الهند، فإن فيهم قلة عقل. كم رأينا من القوميات العرب من هم أقل عقلا من الهنود. كيف نوجه هذه الأخبار؟ قال لا تزوجوا الخوز فإن لهم عرقا يدعو لعدم الشرف. وكم رأينا في غيرهم من هو أسوأ وأعظم، وكم رأينا من الخوز الأشراف والعلماء والفضلاء. وفي قبالها تزوجوا من قريش فإنهم خيرة القبائل. وكم رأينا من قريش أمية وأتباع أمية، وأبي سفيان وأتباع أبي سفيان، وقتلة المسلمين ومن لا زالوا على تلك الصفة. كم رأينا وكم رأينا؟ ما جواب الفقهاء؟ الفقهاء عندما يتعاملون مع النصوص لا يتعاملون مع النص جمودا عليه، لا، يتعاملون مع النصوص أجمع، يجمعون تلك القواعد العامة أنه لا فضل لأسود على لأبيض على أسود، لعربي على عجمي، التفاضل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا حسب ولا نسب، يشفع لك إن لم تكن تقيا مؤمنا. كيف يتعاملون؟ يقولون تلك قواعد عامة لا خصوصية لأهل الهند، لا خصوصية للخوص، لا خصوصية للعرب، وإنما يقصد النبي صلى الله عليه وآله أن هؤلاء القوم في ذاك الزمن قد عرفوا بهذه الصفة. نتيجة، فكل من اتصف بقلة العقل، بعدم الشرف، بالخيانة، سواء كان عربيا عجميا، فلا تزوجوه، لا تناكحوه، اختاروا لنطفكم أنموذج السيدة عليها السلام، إن كان في العبادة فلنختر عبادتها، معرفتها، تلك الأخبار التي ورثتها وراثة الفقهاء، فقيهة عفيفة شريفة، صابرة محتسبة. حتى في كربلاء نحن لا نعظم زينب عليها السلام لمجرد أنها نصرت سيد الشهداء في كربلاء، لا، بل نصرته على يقين من الله عز وجل، ما رأيت إلا جميلا. لا نعظمها لتلك الأقوال، بل نعظمها لأن هذه الأقوال العظيمة خرجت من قلب عارف بالله عز وجل. اسمحوا لي في الختام أن أتكلم بنصيحة أنفع بها نفسي وأنفع الناس. التوفيق قد حصل لي في مجموعة من مآتم ومناسبات هذه القرى الأربع المتقاربة نسبا ومسافة ومشاكل، المعامير، العكر، النويدرات، السنة، وإن لم يكن لها علاقة بالمناسبة إلا أن هذه المناسبات تقام لذكر هذه الخواطر أيضا. كل مانع عن خدمة الناس يجب رفعه، كل مانع عن تطور الناس في حياتهم، عن نيل حقوقهم، عن بقائهم منغلقين يجب كسره. النبي صلى الله عليه وآله لما اختار المدينة كان له خيار آخر، كان له أن يختار البحرين في بعض الأخبار، لكنها بعيدة منفصلة، كان له أن يختار اليمن لكنها منعزلة، فاختار المدينة، هذا الموضع
المبارك التي ما دخلها النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تسمى أرض الوباء وأرض البلاء لكثرة أمراضها، إلا صارت طيبة. صلوا على محمد وآله. هذه القيود القروية، لنكون صريحين، القيود القروية، القيود الريفية، كانت سابقاً لا يد لنا في رفعها. اليوم مع اتصال البيوت وكثرة السكان لا سبيل لنا لإبقائها. لا يمكن أن يكون في كل قرية ناد يعالج 5,000، 6,000، 7,000، لكنه يعاني ما يعاني. جمعيات تفتقر لما تفتقر، يدعون أهل قريتهم للمعونة ولا يجدون اليد التي تمتد إليهم بالقدر الكافي. وأصدقكم القول أن هناك من العوائل من لا تأكل كل يومين، وهناك من أهلكم من لا يسمح لأبنائه بالذهاب إلى المدارس كل يوم لأنه لا ملابس كافية لأولاده، وهذا صدق أشهد الله عليه. لماذا؟ لأن كل قرية مسؤولة عن الصرف على أهل قريتها، وهذا صحيح، لكننا لسنا عبيد الحدود ولسنا عبيد المسميات. كل هذه القرى لو اجتمعت لكانت طيبة، لكان كلها خير. ولماذا لا نلغي هذه الأسماء؟ وهل كان أهل البيت عليهم السلام أمرونا بأن نحبس أنفسنا في هذه الحدود؟ زينب عليها السلام في هذه المناسبة الشريفة اختارت قرية أن تسكنها، حتى بعد الإياب اختارت المدينة. بالمناسبة سيدة زينب مدفونة في مصر، قيل هكذا في كتاب أعلام النساء، قيل أنها جاءت مصر وتوفيت في سرادق من سرادقات مصر، قرية من القرى، هذا مو صحيح. والأقوى أنها زينب ابنة التاج، منسوب لعلي بن أبي طالب عليه السلام، الفاطميون عظموها وبنوا لها هذا الضريح. كذلك زينب اسمها قريب من اسم مريم، مريم اسم نبتة ذات طيب وقيل وردة، كذلك زينب، أو أن زينب من الزين والباء لإلصاق المعنى. على كل حال هذا ليس شيئا، أنا كنت أريد أذكره من البداية لكن لا بأس بذكره في الخاتمة. الخاتمة أن زينب عليها السلام، نبي الله صلى الله عليه وآله، كل الأنبياء كسروا قيد القروية، لأن الناس احتاجت لأن تتوسع، احتاجت لأن تعيش كما ينبغي. القرى بهذه الحواجز لا تزيد فقط معاناة الناس الاقتصادية، لا، قد تمنعهم عن التعليم الديني الصحيح، قد ينكفئ الكفء لأن القيد حبسه، لأنه لا يستطيع أن يتواصل مع الآخرين. ولهذا من هذا المأتم المبارك وهذه الوجوه المؤمنة الحاضرة فيه أدعو للوحدة الحقيقية، لا لمجرد التنسيق، التنسيق موجود، أدعو للوحدة الحقيقية وكسر هذه القيود. كسر الله عز وجل عنا قيود الذنوب، ورزقنا شفاعة النبي المحبور، والثبات على ولاية أمير المؤمنين وأبنائه الطاهرين، ورزقنا شفاعة هذه السيدة الطاهرة يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.